مثل ما بنعرف الشراء من النت خفف كتير على الناس عناء الروح على المتاجر وحرج التأخر في مشاهدة الأغراض ومواصفاتها وخاصة الإلكترونية، وصارت تجيك الشغلة اللي بتشتريها لقدام بيتك. بس كمان مثل ما كتير سهلت أمور، الشراء من النت في خطورة خاصة على الناس اللي ما بيعرفوا يستخدموا الشراء الإلكتروني بشكل منيح، أو عندهم ضعف باللغة، أو بحال كانت الشركة البائعة وهمية. خلونا نشوف سوا هالفيديو الطريف عن مصائب ولاوي الشراء على الإنترنت. السلام عليكم. ظاهرة الشراء من الإنترنت ظاهرة منتشرة بكثافة بأوروبا، لدرجة أنه ممكن أغلب الأوروبيين يعتمدوا على الشراء أونلاين من الإنترنت. ونحن كسوريين لما انخرطنا بهذا المجتمع اتبعنا نفس هذا الطريق، أنه نشتري من الإنترنت. بس كنا نجهل كتير شغلات، لهيك وقعنا بمصايب كبيرة خلت يصير علينا ضرائب كبيرة جدا. اليوم معنا يزن صارت معه نفس المشكلة. شو صار معك يزن؟ أخ يا صاحبي، والله أنا بيوم من الأيام زلمي شو التليفون، والله صار قديم، ما معي اشتري واحد والله العظيم جمع بسيطة. تشتري واحد ما معك مصاري، بالتقسيط 50 يورو بالشهر. حبر حالك عم تشتري باكيت بتدخل صحيح 50 يورو. فوت على الموقع هلا اعطيني هيك. شوف معلم، شوف انا اشتريت هذا الايفون، ايفون اكس 50 يورو بالشهر، يعني ولا كانك شيء. شوف حط هون معلوماتك الكونتو تبعك 50. ليش بصيروا يسحبوا مصاري؟ بيسحبوا بالشهر 50 يورو ما اكثر. متأكد؟ بدك كمبيوتر ليك لابتوب بيعظم عليه بهذا رايح 70 يورو بالشهر، 70 يورو 50 120. دقيقة لا اسحبوا 700 هذول 800. انسى انسى انت خلص، انسى 50 يورو بالشهر، انسى عليه، يكون عندك لابتوب صدقني. يعطيك على الشاشة دقيقة دقيقة 60 يورو، 60 يورو كلهم مع بعضهم بيطلعوا يعني 100 100 و100 قد ايه؟ بعتبر حالي مستأجر إيجار وبصير عندي. قول يا رب، بدي أحط لك المعلومات، حط. هي دقيقة. السلام عليكم، هاي خلص كل شهر بصير يسحبوا منك. ايمت بيجوا؟ يومين ثلاثة بيكونوا عندك. تمام، بس ما يسحبوا أكثر وروح. لا 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 نهائياً، ما في داعي، ما في داعي، حتى هذا العقد بعتوا لك إياه أعطيك نيكست، يعني ما في داعي تهرب، كل علاقة فاضية بتعرف. تمام. حبيبي. ايه وبعدين؟ والله يا صاحبي مثل ما شفت هيك كانت القصة، واحد اثنين ثلاثة انبلف من هالبلد. طيب هي مو كانت على اساس 50 يورو ب 50 ب 70؟ على اساس، بس انت ما بتعرف شو بصيروا يزودوا لك. مثلا عندك النادي بيقول لك 30 يورو بالشهر، بس كل نص سنة بصيروا ياخذوا منك 60. تمام. وإذا هال 60 يورو أنت ما بتكون حاسب حسابهم، مالهم على البنك تبعك، بيجوا بدهم يسحبون بطرقوك مخالفة لأنه ما قدروا يسحبوا شيء. كمان في شغله ثانيه، انه وقت اللي بتكون تشتري من الاونلاين في شغلات بالعقود نحن اغلب السوريين بيعطيها نكس وما بيقراها، وهي بيكون فيها انه لازم تدفع مثلا بالسنه كذا او بالشهر الفلاني كذا، وفي حاله تاخرت تدفع كذا، فنحن ببساطه نضغط نكس. المهم شو صار معك بعدين؟ انا كنت بمدرسه لغه، بس ما كنت حاسس حالي انه انا تابع للصف، يعني ما شفت حال ولا شيء، بس انا كان مستواي احسن كثير من ما بالصف. حلو. وكان لازم اعمل شيء متقدم عنه. يعني ليفلك اعلى من ليفله. ايوه، وتركت المدرسه بالقصد، قلت له للجوب سنتر انه انا خلص ما بدي اعمل هي المدرسه، بدي اعمل المدرسه اللي اعلى منها، انا كنت جاي الصف العاشر. كمان هي قصه طويله. فانت قصدك انه لهذا السبب وقف الراتب تبعك؟ ما قبلوا لي مثل كعقوبه، يعني انه انا عم بعمل شو ما بدي، وقفوا لي الراتب تبعي ثلاث شهور وما قدرت ادفع التقسيط. وبسبب هالشيء صرت اكل مخالفة. قد ايه صار المبلغ حاليا؟ من 50 يورو بالشهر؟ لا قد ايه؟ من 50 يورو بالشهر كانت علي الدين، هلا صاروا 3-4000 يورو. أوه. لانه شو بيعملوا؟ بيعطوك مثلا مانو تحذير او تحذير، يعني بيعطوك مثلا فوق المبلغ اللي هو 10 يورو. وبعدين؟ ال 10 يورو 20 يورو، وال 20 يورو بصيروا 40 40 80 بالاخير. صندوق مخالفه وحده بيقول لك ما عاد بدنا منك مصاري، بدك تدفع هالمبلغ مثلا 1400 يورو مثلا. لاخر وحده اجتني 1400 يورو مشان التليفون. طيب في حال ما دفعتهم؟ في حال ما دفعتهم هلا حسب ما سمعت انا من الالمان، يا انه بتفوت على السجن 3-6 شهور، ومع هيك بيطلعوا عليك. بدك تدفعه؟ مع هيك بيطلعوا عليك، يعني بدك تشتغل جوا السجن وبدك ترجع تطلع لبرا تشتغل. تمام. شو يزن، شو تعطي نصيحه للشباب انه مشان ما يوقعوا بنفس الغلط؟ انا بعطي نصيحه، مثلا انا اشتريت هالتليفون هلا يمكن المبالغ اللي دفعتها حقه شيء 2400 يورو ولا اكثر، 3000 يورو. وهو سعره كاش؟ هو سعره كاش يمكن ما في 600-700 يورو. فبنصحكم يعني انه خلص اتركوها هالعقود، اصبروا على حالكم 6-7 شهور، بس تاخذوا شغله انه خلص هي الشغله لكم، ما انه تاخذوها وتعرف انه ما انا لك وبعد بدك تدفع مصاري. والله بصراحه ثاني، هو اكبر الاغلاط اللي بنوقع فيها انه نحن ما بنقرا العقد اللي بيجي. او اكبر الاغلاط كمان انه نحن بنطمع، خلص بنشوف هالشيء انه خلص كل العالم رخيص 50 يورو. اي انه يلا انا كمان بدي ايفون 7 مثلا. انا هذا الموقف اللي صار معي، انا كمان بدي ايفون، ليش رفعتي بمدرسه مع ايفون؟
بالضبط تماما. وانا بقول انه لما تشتري شيء اونلاين فالافضل انك تاخذ معك واحد لغته قويه يعني، وبفضل يكون الماني، لانه في بنود بتكون موجوده بالعقد انت تفكرها ولا شيء، انه مجرد معلومات تعطيها متابعه وما بتقراها، وهون بيكون الشيء يعني انه في حال اصرت راح يكون في ضريبه، راح يكون في مثلا يعني مثلا على سبيل المثال انا لما امنت السياره تبعي يعني كله نفس المبدا، لما امنت السياره حكوا لي انه بتدفع بالشهر الفلاني مثلا 63 يورو بس، بعدين بتفاجأ انه بعد شهر يبعثوا لي غشنو اللي هي الحساب انه لازم ادفعه انه 160 يورو. فلما رجعت سألته ليش هيك قال في شغلات سيرفس وما سيرفس. فكتير شغلات اذا ما بتنتبه عليها بتبهدلك من ناحية المصاري واذا تراكموا، ومثل ما حكى يزن انه في حال انا ما دفعتهم راح يزيدوا، ما دفعتهم راح نحبس ولازم ادفعهم، فلا تغلطوا نفس الاغلاط. شكرا كثير لك يزن. اهلا وسهلا، وديروا بالكم على حالكم وخلص، اذا بدكم شيء مثل ما قلت لكم جمعوا شوية مصاري اصبروا على حالكم ان شاء الله. شكرا لكم. بهاي الفقرة منكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لأي سؤال أو اقتراح راسلونا عبر الإيميل، ولا تنسوا تزوروا صفحتنا على الفيسبوك وتحطوا لايك. منشوفكم الأسبوع الجاي بنفس التوقيت بأمان الله. عندك حارات جديدة، بلادك بقت يا مسكين، سافرت بلاد بعيدة من أوروبا حتى الصين، عندك حارات جديدة ورح منضلنا مشتاقين مهما عيشتنا سعيدة. رغم الحسرة والتعتير لسه بلادك محفورة، بقلبك وإنجازك الكبير قصة عم تحلى سطورة. رغم الحسرة والتعتير لسه بلادك محفورة، ورا قلبك وإنجازك الكبير قصة عم تحلى سطورة، وبكرة بس ترجع بتصير بلادك حرة ومعمورة.